السلام عليكم حبيباتي، كيف دايرين؟ لاباس عليكم؟ عواشكم بهوكا؟ اليوم ان شاء الله مستضفه معايا الحاجه نعيمه اللي عتوجدت لنا الموزيه على حقها وطريقها، الموزيه اللي تتجي كلها مطحونه. المهم احنا غنشوفوا معاها كيفاش الطريقه، وهذا الشيء كله نزولا عند رغبه واحد السيده من داخلها لفاطمه. بالنسبه اليوم غنوجدوا هذه الموزيه اللي تتكون مطحونه، ومازال غنوجدوا لها ان شاء الله الموزيه اللي تيكون تيبقى فيها داك الشيء صين، يعني الزبيب واللوز تيبقى باين. المهم سلام لنعيمه. السلام عليكم. دايره لاباس؟ الله يبارك فيك. واش مبروكه؟ الله يخليك. اليوم عتقدمي لنا الموزيه اللي تجي كل شيء تيكون مطحون، يعني تجي كلها مطحونه ومعلقه. تقدمي لنا هنايا دابا المقادير تاع كل حاجه. كيلو تاع الزبيب الممتاز يكون شويه غليظ، هذا الكحل اللي ما فيهش الكحل اللي ما فيهش العظام يكون زوين غليظ شويه. ايه تنعملوا ربعه تاع اللوز، بعد ما سخناه وقليناه بالزيت يبغى يزيد شويه على ربعه، يبغى يزيد يزيدوا ما كاين مشكل. والربعه ديالو رابعة تاع الزنجلان حتى هو من بعد ما غسلناه ومحمر وداك الشيء. جوج كيسان ديال السنيده. إيه. معلقه كبيره ديال القرفه. معلقه صغيره ديال الليدان. السمن واحد اخرى. معلقه ديال راس الحانوت الممتاز اللي نقي بيديك زعما. كاس تاع الزيت وجوج معلقه ديال الصغار ديال ماد صار ماشي ماشي. وهذا من بعد نقول لكم داك الشيء. السير قلتي لي هذا السير ديالي انا خاصه الاخر نقول لكم. واخا الحاجه ما كاين مشكل. اول حاجه تنبداو بها شنو هي؟ دابا الزبيب نغسلوه مزيان لان تيكون فيه شويه تراب وداك الشيء، تنغسلوه مزيان بالماء ونسقطروه ونعاودو نكبو عليه واحد الاول. تنغسلوه بالماء بارد، نغسلوه مزيان عاد نكبو عليه الماء طايب مقراش طايب ونحطوه نخلوه واحد 4 سوايع تيدير داكشي. نعاودو نصفو ونعاودو نغسلوه بالماء بارد ونخلوه تيتسقطر ونطحنوه في ان دو تخوا اولا هذيك الماكينه ديال الضو. اللي ما عندوش يديرو في ديال مطيشه، ديال مطيشه تاهي ديال مطيشه تكون رقيقه هو تيطحن مزيان، يطحن مزيان لان تكون هذه معلقه. حنايا اختصرنا دابا، انت قلتي كيفاش الطريقه كيفاش خاصهم يديروا، حنا اختصرنا وعندنا هنا موجود. ايه هذا دابا ها هو اللي تشوفوه كيفاش هذا طحناه دابا. دابا مطحون، شوفوا المشاهدين اسمحي لي الحاجه، ها هو كيفاش جا مطحون. دابا طحناه هذا مطحون. دابا هذا في الماكينه ديال الضو. دابا نديروه في الكوكوت. نديروه في الكوكوت ونزيدوا عليه جوج كيسان ديال الماء. جوج كيسان حتى ثلاثه كيسان ديال العنبه ديال العنبه ديال الماء. وفاش يطيب بغيتو تبقاو مقابلين وتتحركوا تتعقد شويه، هي هذيك بغيتو تسدوا عليه الكوكوت واحد 15 دقيقه تسدوا عليه 15 دقيقه. يديروا جوج كيسان حتى ثلاثه على حسب باش ما يتحرك ليهمش اولا شي حاجه، ويخلوه يطيب عاد من بعد. من بعد تنديروا ديك التوابل ديالو. صافي دابا نعملوه في الكوكوت، نزيدو هذوك جوج ولا ثلاثه الكيسان ديال العنبه ونخلوه 15 دقيقه يطيب ونرجعوا مع المشاهدين ان شاء الله. الحاجه من بعد ما دازت ربع ساعه حليتي الكوكوت، نشوفوا كيفاش دابا. ها هو يا طاب دابا مزيان طاب. درنا اليوم على كيلو، ما درناش بزاف غير كويلو صافي. كيلو ديال هذا شنو غتزيدي بالنسبه ل دابا؟ غنزيد الوحده واحد المعلقه ديال ماء الزهر. معلقه تاع الجوج ما كاين مشكل. نقطه تاع الجوج عطيني السما. معلقه عامره ديال القرفه. معلقه صغيره ديال السمن. معلقه صغيره ديال السمن اللي ما بغاش ما يديروا ما كاين مشكل. ايه لكن هو تعطي واحد المذاق مع هاد معلقه راس الحانوت. راس الحانوت هو اللي معلقه كبيره ما بقاش انا ما عمرتش معلقه كبيره. زعفران شعره. صافي صافي هذا الشيء. داكشي من بعد نخلطو
دابا الحاجه الموزيه كاينه الموزيه ديال اللحم اللي تطيب باللحم تيتسلب فيها العسل وفيها الشيء هذا تروح للحم هذه هذه سميتها الموزيه وكاين هذه تطيبي اللحم وتتخضري بها يعني تتخضري فوق منه تتشكلي قنيفي تتشكلي باللوز بزاف اللي تيجي زوين تتعطي واحد ديكور فوق اللحم الديكور اللي بغيتي دابا نخلوها شويه تتعقد عاد نزيدوا السنيده ونزيدوا الزيت الحاجه دابا شنو عاد سيدي من بعد ما دابا نزيد ما دارت شويه تعقدها شويه نزيدو السكر هي السنيده سنيده جوج كيسان اللي بغى الحلاوه يدير جوج كيسان اللي ما بغاش الحلاوه يدير كاسونس زي الحلاوه على حسب هي على حسب الدور غادي نزيدو الزيت حتى هو كاس تاع العنب صافي وتخلي هادشي يتعقد مزيان نزيدو هادوك التوابل اللي قلت لكم قبيله ديولي هادو خاصين فيهم اربعه التوابل فيهم الكوزه فيهم قعقله وفيهم سيبيسه وفيهم شويه القرنفل ما تكثروش منهم شويه ها ما كاين حتى ربيع تاع المعلقه صغيره صافي عطوا واحد النسمه والسر ديال النسمه ديال هو السر تاع النسمه ديال المروزيه هكاك صافي دابا نخلوها تطيب على خاطرها مع التحريك مع التحريك كل مره خصها تكون حدا داك ديما تتحرك صافي ونرجع باش نشوفو ان شاء الله الحاجه نعيمه بالنسبه للزنجلان راه حنا طحناه ياك حمرناه وطحناه تحمر وطحن وحتى اللوز هو حمرناه وطحناه تيجي هكا مفرشش ما درنا جوج كيسان جوج كيسان ديال ما عامرين شي ما عامرينش واللوز راه درنا على حتى هو رابعه ولكن الا بغى يزيد الانسان شويه راه زيدو صافي دابا عاد تزيدي هادشي نزيدو دابا قبل ما من تعقدات هادي شويه اها خلينا هكا شي كيف دايره تعقدات سائله شويه لا نخليها شويه ما هادي باش نجمعوها بهاد عاد نجمعها بهادشي هي نجمعها بال واخا الحاجه لحقاش هادشي كنديرو عيني ميزاني دابا لحقاش ندير داكشي كتير تنديرها عيني ميزاني مولتا عينك ميزاني تتخدم دابا حنا خاصنا على قبل المشاهدين نعطيهم شوية نزيدو اللوز حتى هو اللوز صافي ونخلطو هادشي بحال هاد الزنجلان وهاد اللوز تيجمعها تيجمعها بحال قلتي شي حاجة تجمع بيه هاد نزيدو غير شويه هاد اللوز اللوز كيف ما كان مشكل تيكون مزيان مزيان هي من طيبه تخلى حتى تبرد شويه تجمعوها بيها تبرد تبرد وتعقد خلوها شويه مطلوقه باش تجمع لكم لان هاد الجوج تجي هي هادي اسمحوا لي قبيله قلت لكم كاس تاع الزيت ديروا غير نص كاس تاع الزيت يعني تحبي دير جوج كيلو ساعه غير كيلو هكذاك ماشي مشكله صافي نص كاس تاع الزيت نص كاس تاع الزيت باش ما يديركمش صافي دابا تشوفوها صافي دابا عاد تخليها هكا تزيد مازال تبات انت دايره عينك مزيانه كي تزيد دابا صافي تبقى هذا بالنسبه للزنجلان واللوز على حساب نتمنوا تكون عجباتكم وتقولوها تبطوا لينا الخبر ان شاء الله هذا الشيء غزاله مع هكا السيده في الصحراء اللي طلبتنا هي لفطيمه لفطيمه مازال غنزيدوها واحد اخرى ديال مازال ان شاء الله غنقدموا فيديو قادم ان شاء الله فيه الحمد لله فيه الموزيه صافي دابا تنشوفوا معاك اييه هكاك هذاك اللوز مفيش حتى شي هادشي تتشكلوا به كنيفي تتشكلوا به قليات تشكلوا به ما تيبغوا يحطوا هكا في الطبيسات التقديم للاخر تيبغوا في هذاك ثاني اللويزات ولا شي حاجه ايوا تبارك الله على الحاجه نعيمه الله يبارك فيك كنيفيد كنيفيد دابا من سالينا من التفايه كل واحد يدير الديكور اللي يبغى حنا درنا هادي ودرنا هذاك الكنيفيد حتى هو زوين تنحطوه في الطبيسه فوق هذاك اللوز باش زوقتي اللوز اللوز فيلي فيلي زوقتي به باش تزوق ماي الا الواحد هكا يحط تشكيلات زوينين نوعي داكشي اللي بغيتي تنوعي به تنوعي تصوب بهاد المروزيه مي تتعقد وداكشي يعني الواحد يطيب هذاك الطبيسل ديال اللحم ديالو وفي الجنيبه تيزوق هكا الطبيسلات يدير بحال هكذا هاد يحطو فوق اللحم بالطبيسل ديالو طبيسل يديرو خليه في طبيسيلو ويديرو اللحم وسط اللحم ديالو اييه منظر رائع وجميل بزاف نتمنى يعجبكم ان شاء الله
اكيد زوين تبارك الله. والمذاق حتى هو ان شاء الله في هذا العيد الكبير هنا ان شاء الله عيد ان شاء الله ما بقى له والو. عواش مبروك للجميع الله يدخلوا علينا بالصحه والعافيه يا ربي امين بعد من هذا الوباء امين يا ربي. اذا حبيباتي كيف تشوفوا الشكل زوين والمذاق اروع. نتمنى انكم تجربوهم وما تنساوش دائما الدعم والاشتراك في القناه باش يوصلكم كل جديد. شكرا لكم والى اللقاء.